ماشي كلشي. ماشي كلشي. الرأي. ما جبت حالي الكلام. إذا متابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة، بالضبط من حي المجاهدين. تبارك الله عليهم الشباب ديال جمعية فيكتوار، حتى هما راهم خدامين، جمعوا الكاميون الأولى والثانية وصيفطوهم، ودابا راهي الكاميون الثالثة واحدة أخرى عامرة، وهذه راه باقا كتعمر كما كتشوفوا جمعية فيكتوار. هاد الجمع يعني الناس ديال الجمعيه هذه تبارك الله عليهم، و يعني هادو غير صاهرين على هادشي، هما كيعرفوا من يجيبوا مبادرات وعاد تزيد الساكنه والناس ديال طنجة هما تبارك الله عليهم، كل واحد شنو كيستفاد، كل واحد شنو كيجيب. كاين الناس كيجي ما كيهضروا ما كيتكلموا، كيجي كيحط البركه اللي جاب ومشى في حاله. شوفوا كاين مطربات تبارك الله، كاين بطانيات تبارك الله، شوف كاين بطانيات ديال الدراري الصغار، هنا بطانيات عاود بطانيات صغار. خلوكم معنا ندخلوا في وسط كاميو تشوفوا شنو كاين تما. شوبر شوبر من عندهم، شوبر من عندهم، كما كتشوف تبارك الله الخير باقي ماشي، داكشي كيتزاد شويه بشويه. كما كتشوفوا يعني في الاول كيتبقوا غير الحوايج، هما الاولى حوايج وبطانيات، اما يعني الحاجات ديال الماكله كيخليوهم الاخرى باش يعني يبقاو مزيان، يعني ما يتكرفوش في الطريق. هنا كما كتشوف كاين غير الحوايج بطانيات، كاين القشوع، واحد الحاجه اللي خص يعني الناس اللي كيجيو يساهموا يركزوا عليها هي القشوع. القشوع راه ضروري يعني هيك على الماكله والماء. هادو راه كيف ما كتشوفوهم راه الخير موجود هنايا، طحين حتى هو، قشوع كيف ما كتشوفوهم القشوع. الشباب ديال الجمعيه راه تبارك الله عليهم. اجي عبد الرحيم، اش انا خيانه هاك تفضل تكلمنا على تبارك الله عليكم. تحيه عاليه من شوف تي في راه القدر ديالها. هذه من اقل المبادرات اللي عمل سيدنا الله ينصره. حنايا تحت لواء سيدنا، باش اول حاجه القافله سميناها قافله ديال سيدنا الله ينصره، باش نعطيو غير جزء لا يتجزا من العمل الجبار اللي كيقوم بامير المؤمنين. لذا حنا ارتئينا ان هذه القافله الثانيه، القافله الاولى اللي كانت في التارودات واحد 10 شهور اللي كنا مشينا في التارودات. هاد القافله وحده عندها جوج درمايك، ها وحده دابا طلع من وجهه العرفان، راه الحمد لله عندنا كراج ممتلئ اخيرا يعني عمر فيه. يعني غادي نقول العصر مباشره غنشدوا الرحال الى مولاي ابراهيم وهذا وشيشاوه، بالتنسيق الكلي مع السلطات المحليه ديال هاد جوج الاماكن اللي غنمشيو لهم. يعني غيكون هناك عده مداشر اللي غنحطوا الرحال ليها بالتنسيق مع السلطات، ان هاد الرمايك ما يطلعوش من ديك الاماكن الوعره،
كيتنسق مع السلطات تعيبروا لنا ديك بيكوبات باش غنخويهم فيهم تما يتم التوزيع ديالهم. اول حاجه كنشكروا جميع المحسنين اللي حتى هما تضامنوا معنا وساندونا، وكنشكروا جميع الجهات المختصه اللي تاهي وفرت لنا مجال الشغل. كنشكروا الشركات اللي وفرت لنا لوجيستيك بدون عناء الحمد لله. كنشكروا الجاليه المغربيه اللي داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن اللي كتواصل معنا وكتمد لنا يد العون في جميع المجالات. لذا حنا كنقولوا حنا ان الشعب المغربي في هذه المحنه هذه برهن لجميع السكان المعمر ان الشعب المغربي وراء سيدنا الله ينصره. حنايا يد واحده من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب، ان حنايا هو فكره واحده استراتيجيه واحده للعمل. حنايا هذا المنبر هذا كنجدوا التعازي ديالنا لاهالي الضحايا، وكنقولوا حنايا معاكم ان شاء الله، معاكم تتخرجوا من هذه المحنه هذه. حنا كنعرفوا ان حنا مقبلين على فصل الشتاء، يعني غيكون غتكون معاناه اكثر. حنا كنخططوا ان غتكون واحد 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 الطرق ديال الشغل مغايره باش نكملوا هذه المسيره باش ندخلوا الفرحه لهاد الاهالي. الحمد لله في هذه القافله هذه ما نسينا حتى شي حد، جميع المجالات هذا حتى المجال الرياضي راه حنا حضرنا، يعني جميع المجالات نهبطوا عن تما. المعايير اللي خدامين بها معايير لوجستيكيه مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن. كنشكروا الاطر اللي كانت واصلوا معنا معها، حتى هي كتجود علينا بالمناطق انها المناطق اللي ما وصل لحد. كنشكروا الجامعات اللي تواصلنا معها لا في تارودانت ولا في مولاي ابراهيم، ان الجهات المعنيه راه كتنتظر موفره لنا الارضيه باش نشتغلوا فيها. لذا راه الحمد لله كنبلغ هذا الرجوله اللي خدمت معنا مع هاد المحسنين، كنشكروهم كنجدوا الشغل ديالنا. كنشكروا الوقايه المدنيه اللي كتشتغل ليل نهار. كنشكروا مؤسسه الدوله جميعا لا نستثني احدا، القوات المسلحه الملكيه، القوات المساعده، الدرك الملكي، يعني حنايا عشنا ارض الواقع، شفنا اليات الشغل اللي كيتشتغل بها جميع مكونات المجتمع ديالنا. حتى المجتمع المدني كنشكروا على هذا الروح المواطنه اللي عمل. نشكركم جميعا انتم على الحضور ديالكم، وكنشكروا جنود الخفاء اللي معنا حتى هما اللي كينظموا معنا في الخفاء، كنشكروهم. كنشكروا الاطر ديالنا، كنشكروا المكتب المسير ديال جمعيه فيكتوار، كنشكروا اي واحد اللي عنده الغير على الوطن ديالو، على المجتمع ديالو، على الملك ديالو، على الارض هذه ارضنا. هذا واحد المسؤوليه كتحملوا لكن ما تخبعوش، يعني كل واحد يناضل من الجانب ديالو، كل واحد يمد يد العون باش نخرجوا من هذه المحنه. وشكرا. تبارك الله عليك. مرحبا، شكرا. كما سمعت معنا متابعي قناة شوف تيفي مع عند المشرف على هذه الحملة هذه، فتبارك الله عليه كما كتشوفوا، يعني راه جامعين الخير هنا تبارك الله عليهم. وباقي هنا كاين غير البطانيات، كاين فروشة، فتبارك الله على هاد الشباب هادو وعلى هاد المبادرة هادي اللي عملوا. تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. كيف ما كتشوفوا يعني كاين كاملين أخرى، هاديك راها كيما كتشوفوا راها مفتوحة وخاوية، ولكن راه عندها بلاصتها. كاين كراج وخلف عندهم عامر بالمواد بالمساعدة، يعني هادي غتطلع غادي تعمر في وخلف ديك الكراج هذاك. فتبارك الله على هاد الشباب هادو. رضوان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. كما كيعرف جميع المغاربة اللي كيشوفوا هذا الزلزال اللي ضرب في المناطق ديال الحوز، المواطن المغربي راه ما بقاش شي نهائيا، جاب المساعدة ديالو. كتشوف أهالي هنايا ديالنا اللي تضروا في الزلزال، راه هنايا نص طنجة تضروا أكثر من الكلف ديالو معاهم، والجزء ديال المغرب كامل ما دخلوش، جابوا المساعدات. كما كتعرف دابا كاين حملة تضامنية تبرعات تقدر تجيب شي حاجة تجيب لهنايا، يعني حتى الناس اللي محتاجين. وكنشكر المغاربة كاملين اللي تضامنوا معنا، وشكرا. والسلامة للجميع يا ربي.
تبارك الله. كيف ما سمعتوا معنا متابعي قناة شوف تيفي يعني المشرفين على هذه الشاحنة هذه فتبارك الله عليهم، راهم خدامين من نيسان تبارك الله عليهم. نتمنى لهم الخير إن شاء الله، نتمنى لهم مسيرة موفقة والله يوصلهم على خير. إذا متابعي قناة شوف تيفي حاليا وصلنا لنهاية البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في البث المباشر.